وين ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم واكيد مع الحلقة دايما عبر الـ MTV. اتصالاتكم على 04-444-4444. وبالبداية دايما بنستنكر كل الجرائم اللي عم بتصير، خصوصا اخر جريمة صارت بحق الدبلوماسية البريطانية على طريق المتن السريع، وكمان بتأسف كتير انه كمان يحصل على طريق المتن السريع هالحادث اللي اودى بحياة كمان مواطن لبناني جوزيف وردي. طبعا بتمنى انه يكون الحادث يكون حادث مش مدبر، ولكن اكيد التحقيقات بتكشف هالشيء. بتمنى لعائلاتهم ان كان للدبلوماسيه او للعائله اللبنانيه كل التعازي. ببدايتنا لليوم كمان بحب شير الى 21 الشهر اطلاق اللوحات الذكيه. ان شاء الله بتكون معنا رئيس مجلس الاداره المدير العام لهيئة إدارة السير حتى نوضح أكثر شو هي اللوحة الذكية. وبعتقد اللوحة الذكية كمان بتساهم بمعرفة عدم تزوير اللوحات، وبالوقت ذاته إذا صار لا سمح الله حادث ببين كمان أكثر على كل تفاصيل الشخصية عن كل سائق سيارة، إن كانت عمومي أو إن كانت خصوصي. اتصالاتكم بدأت، باخذ أول اتصال لليوم. ألو. بونجور مدام. مدام ريبيكا، بدي احكي انا بخصوص الاشرفيه والسانترفيل، ما في اناره على الطريق، بتكون لو ضمبه البلديه مطفيه، عم بتعتم بكير، الناس عم توقع بالليل، يعني انا اذا انا صبيه ودي كمان ماشي على الطريق ما قشعت، كيف اذا مرا كبيره او رجال كبار بالعمر بينكسروا؟ يعني ما لك انا تابعت موضوع الاناره ببيروت وبالاشرفيه خصوصا، قالوا لي انه حاليا عم بيتم الاتفاق مع متعهد جديد للصيانه وتركيب اللمبات. يعني عندنا من هلا لشي 10 ايام المفروض قبل راس السنه يكون صار عندهم متعهد، واكيد تباعا رح يحطوا كل اللمبات بين صيانه وبين لمبات جديده. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. كمان بحب شير انه موضوع اللي عم بيصير اليوم زينة كثير حلوة وين ما كان، رح نحاول كل يوم نحط بمكان، ولكن بدي أطلب من المواطنين ببيوت خصوصا أنه ينتبهوا قبل ما يناموا دايما يشيلوا البريز، ما يتركوا إنارة، وإذا تركوا البيت كمان نفس الشيء حتى ما يصير في حوادث لا سمح الله بتحول الفرح إلى حزن. كمان اتصال. بناخد لحين ما يصير في اتصالات بنفوت على تواصل، عندنا كثير اشياء نقولها. تواصل. بتواصل عندنا بلدية الدكواني وين في شجرة بتشيلها، واليوم عنا بمروكوز الدكواني بعتت البلدية جرافة وشالت شجر نحن زارعينهم بأرض ملك عام، شجر عمره 20 سنة بلا سبب وين وزارة البيئة. نحن رح أكيد رح نتواصل مع رئيس بلدية الدكواني لنشوف ليه عم ينقصوا هالشجر، مين مسؤول عن القصة معهم وشو الهدف، وإذا في رخصة ولا لا. بعرف بهالأيام في كتير تشحيل بيصير، بس فرق بين قص وفرق بين شحل. معنا على الخط مباشرة رئيسة مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير المهندسة هدى سلوم، يعطيك العافية. الله يعافيك ست ريبيكا وسلامة قلبي. شكرا. ست هدى، من وقت ما استلمتي وعدتي بأمور كثيرة وتباعا كانت رزنامة المواعيد مع الناس عم توفيها بوقتها، فمش من زمان عبر هالبرنامج بالذات أطلقتي أنه عم بتحضروا تغيير اللوحات إلى لوحات ذكية، وبكرة ب 21 الشهر رح تطلقوها بمؤتمر صحفي. نحن ما عم نستبق الموضوع، ولكن قد ما كتير إجا اتصالات منحب نعرف من حضرتك شو أهمية هاللوحة الذكية، وهل العمومة ولا الخصوصي، وهل كل الناس فيهم يتقدموا ولا كيف رح بتصير؟ نعم، لوحة أول شيء توضح منا ذكية، هي لوحة آمنة. نعم. يعني ما بتتزور. كل سيارة رح يكون لها لوحة، يعني اللوحة ما فيها تركب من سيارة لسيارة ولا بتنقل لأنه فيها براغي أمان. تتميز اللوحة بسمات معينة بتخليها ما تتزور، هي الأولوغرام يلي هو على شكل الأرض اللبنانية 3D، وفيها سيريال نمبر وباركود.
وبتتركب ببراغي أمين يلي هني بيتبشموا تبشيم مثل عيار المي، يعني لا يمكن أنه ينفكوا. وهالسيريال نمبر بيكون موجود على الستيكر يلي ملزق على السيارة، يلي هو الفينيت إلكترونيك الملزق على أزاز السيارة، في بقلبه RFID بيتضمن RFID كل هوية السيارة، مين ملكها، وكل المعلومات الموجودة على الداتا بيس تبعنا، أكيد مش المعلومات الشخصية، المعلومات اللي بتتعلق بس بالسيارة، ومن ضمنها رقم اللوحة. دونك بصفي الرقابة على الطرقات كتير فعالة، وخلال سنة راح نركب اللوحات كلها كان للعمومة ولا للخصوصي. راح تتجدول السيارات الخصوصية بحسب مواعيد الميكانيك، والسيارات العمومية عاملين لها جداول. بس بدنا نلفت نظر المواطنين انه ما يتكلوا على جداول الميكانيك القديمة، لانه في شوية تغيير بالنسبة للقديمة، يرجعوا ينتبهوا تيجوا يدفعوا الميكانيك على الوقت، وبهالوقت كمان بيقدروا يغيروا لوحات السيارات تبعيتهم تصير لوحات آمنة. وهيدي ما بتاخد وقت كتير بتصور؟ لا، بدهم ياخدوا إيصال، لأنه في دفع رسوم هن عبارة عن 15,000 عن كل لوحة لخزينة الدولة، وبيرجعوا بيروحوا بيركبون برا بالمحلات المعتمدة من قبلنا يلي هي محلات صب اللوحات، يلي كمان دخلت معنا ضمن السيستم وموصولة لعنا، ونحن منسلمهم ومنرقبهم. قديه بتكلف تقريبا يعني حتى المواطن يعرف؟ يعني ماكسيموم برا لازم يكلفوا اللوحتين 15,000. كتير منيح. في رسوم بيدفعوها بالميكانيك؟ رسوم اللي بدهم يدفعوها هن 30,000 عن اللوحتين، وبرا ماكسيموم 15. يعني حوالي 45,000 ليرة. يعني بين 40,000 و45,000 رح يركبوا رح يكلفوا اللوحتين. وبدنا نقول للناس ما يتهافتوا عند السماسرة، لأنه ما يتهافتوا من أول يوم، يمكن حسب الجدولة الميكانيك بيمشوا تباعا. نعم نعم، كتير ما بيلزوم للتهافت، وبعدين بيقدر يجي المواطن هو يعمل معاملته بإيده. نعم. سؤال تاني ست هدى، بعرف إنه دايما مع اخر السنه بتتافت الناس حتى تدفع ما عليها، وخصوصا هلا كمان عم يستفيدوا من حسم 90% على على الغرامات. بقى شو بتنصح الناس حتى مش لاخر تكي كمان؟ نعم، الاعفاء عن 90% من الغرامات باقي لاخر شباط. نعم، يعني فيهم يجدولوا وقتهم على هالشهرين يلي بيبقوا من السنه، انه اللي عنده تاخير يجي يدفع كمان، وما ضروري ينطروا لآخر دقيقة. وكمان أنه نحن جاهزين لكل الاحتمالات. الصناديق كلها انفتحت على بعضها، صار فيهم يقدروا يدفعوا بأي صندوق بالنافعة أي رسم، يعني بطل السواقة للسواقة والميكانيك للميكانيك، كلهم الصناديق بيستقبلوا كل أنواع الرسوم. كتير منيح، خصوصا انه صار عندنا نهار السبت وعطله رسميه. طيب، هل رح يكون في استثناء ولا لا؟ لا، هلا ما في استثناء. نعم. بس نحن ما طالما في مواطنين عم يجوا يدفعوا، خصوصي بالايام الاخيره للاعفاء، بنضلنا فاتحين. كتير منيح. بدي انهي معك بحمله بلشتوا فيها حتى تنبهوا للسواقه، للسرعة. نعم. خصوصا أثناء الأعياد إن شاء الله بينعاد عليك كل العاملين معك وكل العاملين اليوم بخدمة المواطن اللبناني. رح نشوف الفيديو، ونترك لك ما نجهز الفيديو عم بيقولوا لي، ولكن نحن خلال الحلقة رح نحطه. وشو هيك بتحبي تلفتي من خلال خبرتك، من خلال يلي بتواجهوه يوميا؟ نعم، نحن الحملات اللي عم تنعمل هي حملات يومية، مش حملة بس لأنه هلأ في الأعياد. بس بمناسبة الأعياد حبينا ننزل هالفيلم يلي سميناه حياتك بلحظة، تنوعي المواطن أنه انتبه حياتك بلحظة ممكن تروح منك، ومرات بلحظة منفقد حياة وبلحظة منخلص حياة. صحيح. يعني بدها انتباه، وأكيد. نعم. رح تعلنوا الخطوات أثناء الأعياد مع قوى الأمن الداخلي وشرطة السير، كيف راح تكون حتى تواكبوا كمان تقطع الأعياد مثل كل سنة هيك بدون كتير حوادث تذكر؟ نعم، نحن على جهوزية تامة مثل العادة،
غرفة التحكم المروري يلي فيها فريق من هيئة إدارة السير وفريق من قوى الأمن الداخلي، وراح يواكبونا على الطرقات قوى الأمن الداخلي بكل أكيد استعداداتهم، لحتى إن شاء الله ما بيكون عنا ولا إصابة ليلة رأس السنة وطيلة فترة الأعياد، وإن شاء الله كمان التوعية المرورية تصير شغلة عنا مهمة كتير حتى كمان ما نفقد حياتنا على الطرقات، خصوصا أنه صرتوا عندكم الابليكيشن، عندكم كمان على الطرقات عم تعطوا إرشادات. يعني اليوم تقدمنا كتير، بس على المواطن يلتزم مش طالبين منه شيء. أنا نعم. بدي أشكرك ست هدى سلوم، وبدي أرجع أذكر من خلالك إذن أنه هذه اللوحات الآمنة ما في لزوم نتفت عليها، هي مع جدول جديد انتظروا كمان بيصدر عن هيئة السير وبكلف بين 15,000 ليرة اللوحتين، والرسوم يعني مش أكثر من 45,000 ليرة لبنانية، وفيكم أنتوا شخصيا تتقدموا بإبدال اللوحة من محلات معينة أكيد محددتها الإدارة اللبنانية. شكرا لإليك. منتابع مشاهدينا اتصالاتكم، باخد اتصال جديد. ألو 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 مرحبا. مرحبا مدام ريبيكا. نعم، بس أنا بدي أسألك سؤال. يلا. النمرة البيضاء عم بتنافس النمرة الحمراء، ايه وين القانون؟ هي هيدا يعني الخصوصي ممنوع، وقديش في قرارات صادرة عن وزارة الداخلية وعم بيطبقوها قوى الأمن، وكان هالقرارات بنساعتها يعني بتمشي فترة وبتوقف فترة، مع العلم ما عم بيقصروا قوى الأمن يعني عم بيوقفوا كتير ناس. هيدي بدها ثقافة، وبدها الإنسان يعرف نوع عم يتعدى على مهنة غيره. هلا يمكن قد ما في فرص وأمور اجتماعية ومعيشية ضاغطة، الناس صايرة عم بتشغل سيارات، بس هيدا شيء لا يجوز. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا وباخد اتصال جديد. ألو مقطع كمان اتصال. ألو بونجور. بونجور مدام. مدام ربيكا تفضلي. بونجور. بونجور كيفك مدام ربيكا؟ تفضلي. بونجور، نحن هون بالمنصورية. نعم نعم، نحن هون في نزلة الدفاع المدني، في مجرير على الطريق. نعم، من أي متى؟ نحكي البلدية بيقولوا ما معنا خبر، ريحة بتقرب. بنية مين مدام؟ بوجه قائد الشرطة فايز عزار. شو اسم البناية؟ بأي حي بأي بناية؟ شارع الغصون. اوكي. بناية جاك سمعون. نعم. نزلة الدفاع المدني القديمة. اوكي. أهلا وسهلا فيك. كمين اتصال؟ ألو؟ ألو؟ أهلين؟ كيفك ست ريبيكا؟ الحمد لله. سيمون صغير، بدنا نعيدك سلف. أهلا أستاذ سيمون. وعقبال ميلاد الضماير بعقول هالفاسدين اللي عم يتحكموا بمصير الشعب المعتر. بس حب أقول لك مبارح كان عندي مشوار صوب البقاع. نعم. بعرف انا صاروا الناس معودين انه سقفي عالي، ما بعمل حساب الا لربي ولضميري. معقول بالجمهوريه اللبنانيه اللي عم ندفع فيها ملايين الدولارات سنويا نمشي على طرقات ما فيها بنى تحتيه يعني مصايد؟ امبارح كنت طالع على البقاع بالليل ما في بصيص نور، يعني بنتكل على اضويه السيارات اللي اوقات بتبهرقنا وبتسبب بحوادث. بس بدي اسال انا وزاره الماليه وكل الحكومه، طب هالمال اللي بينعد بملايين دولارات وين عم يروح؟ معقول طرقات لبنان ما عليها إنارة؟ حتى ما أقول بدي أحكي بس عن كسروان، كوني كسرواني من بيت الفير. معقول وين؟ طب في هبات عم تجي من دول من منظمات، في أعمدة كهربائية مفروض تضوى على الطاقة الشمسية ببلاش، يعني من 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 شغل ربنا يعني من الشمس، لا ما بتضووها. طريق عجلتون بدنا نضل نحكي عنها؟ مصيدة
يعني انا اتصلت، ما بدي اسمي بمين، اتصلت باحد مستشاري فخامة الرئيس ميشيل عون تقول له يشيلوا اليافطات عن يعني بيسيئوا لصوره الرئاسه ورئيس الجمهوريه. شكرا فخامة الرئيس على شو؟ على قتل اولادنا؟ معقول عم ندفع نحن ميكانيك وندفع بلدية وندفع كل أنواع الضرائب حتى ما فوت كثير بالتفاصيل؟ لك أدنى حقوقنا، أدنى حقوقنا يا ست ريبيكا ما عم نحصل عليها. طب إلى متى؟ شو عايز صار؟ بدي أعرف، بدي هالصوت يوصل. بعدين مصادر المياه تحديدا بكسروان كلها ملوثة، بدي أخذ لك سبيسيمان من الماي اللي عم تتحفنا فيها الدولة، لونها أصفر ما بتنشرب، والمستشفيات عم تتعبى من الأطفال، خاصة الطفل ما عنده مناعة، نحن عندنا شوية مناعة. طب معقول بهيدا العهد الجديد، عهد الإصلاح والتغيير اللي كلنا صلينا له، مش بس زقفنا له، عن جد صلينا بكل كنايسنا، صلينا أنه يوصل رئيس ينفذ هالأحلام وهالأهداف وهالتطلعات تبعنا. طيب ليش 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 بده يخيب أملنا؟ لك أقل شيء يكون في زفت، زفت مش بعقول السياسيين، زفت على الطرقات. يعني على اوتوستراد، حتى على الاوتوستراد الساحلي تبع كسروان نقشط مثلا بفتحة روجار. طب صيانة واصلاح سياراتنا على مين؟ اذا بدنا نحكي بالاصلاح، اصلاح سيارتي على مين انا؟ تغيير دواليب اللي عم تتخزق على الطرقات على مين؟ مين بيصلح ومين بيغير؟ المواطن. بدنا وطن، نحن لازم نبلش نشتغل ننتقل بالجمهورية الثانية اللي عايشين فيها، يلي بطلنا راضيين عن كل إداء مؤسساتها للجمهورية الثالثة. يعني أنا عندي شعار من كسروان إلى الجمهورية الثالثة، لأنه كسروان عطي طانو الشاهين السعيدي اللي هو أسس الجمهورية بهالشرق، اللي حكي حكم الشعب من الشعب، واللي بلش بالثورة قرابتي الله يرحمه اسمه صالح صفير. بقى ما بعرف إذا في شيء من الجان تبعه أنه نعمل هالثورة. ليك يا سيمو، انا بحب اقول لك اني انا عندي طموح اني اوصل على مجلس النواب حتى كل افكاري اللي عم بكتبها اقدر نفذها، مش تضل حبر على ورق. عن جد شيء بقرف. سيمو معك حق، الجمهورية انت نايب كسروان، اعمل معروف، تنكر شي مره او طلع بموكب وطلع شوف طرقات كسروان، شرب من المي تبع كسروان وشوف تنشرب ما بتنشرب. كمان شغله بدي اسالك، وين بالبقاع سيمو؟ اي طرقات؟ طالع على شطوره انا، حيلا حدا يطلع يعني وزير الأشغال العامة يطلع بسيارته ويمشي على كل طرقات الجمهورية اللبنانية، الحفر، الإناء، يعني ما في سلامة مرورية على طرقاتنا. يا عمي خلي يعملوا توأمة بين حكومة لبنان وحكومة السويد أو النرويج أو أي دولة من دول العالم الأول. لبنان دائما بتطش بالأندكس تبع حقوق الإنسان، دائما بالمراتب الأخيرة. يا عمي اللي عم يصير مع مارسيل غانم اليوم، والله العظيم العدالة عم تبكي بلبنان، العدالة عم تبكي انه هلا بيحبسوني لان عم بحكي الحق. ولك من حقي كمواطن لبناني امشي على طريق ما كسر سيارتي وما موت. سيسي مو عندك حق بكل يلي عم بتقوله، ما بيجوز. معك حق، يا نواب كسروان وعوه، لك وعوه حتتاوب وعوه. وبكره المواطن كمان يعرف مين بده ينتخب، ان كان كسروان وغير كسروان. رح اعطي رقمي على الهواء 03-604-608. ولك عيب وعوه، اعملوا ثوره يا اولاد كسروان، انتم اسستوا اول جمهوريه بالشرق. اهلا وسهلا فيك سيمو، واللي عم بتقوله اكيد بيعني كل اللبنانيين على كل الطرقات بكل المناطق. نحن للاسف الشديد بعد عندنا كثير تاخير بالبنى التحتيه وناقصنا كثير، بس منا صعبه اذا كان عندنا نوايا صافيه. باخذ اتصال اخر. الو الو تفضل. انا بونجور مدام ريكا. بونجور. معك مشير شماس من الشرفية. ايه اهلين. سمعتك عم تحكي عن لوحات ذكية مع لوحات الآمنة. نعم. انا بعرفك، انت انسانة بدك تحسي مع المواطن الفقير والمعتر وتوقفي معه. فأنا عم بحضر حلقتك هلا، ما دافعتي عنا لانك قلتي لها، اذا ما سالتيها ليش بدنا ندفع 45,000 نحن على اللوحات؟ هي قالت في 15,000 رسم للدوله و15,000 حق اللوحات، يعني فوق ال 15,000 حق اللوحات. 10,000 15,000 تركيبهم، 45,000 وهن عملوا القانون، هن اللي عملوا القانون وهن لازم يتكفلوا، مش نحن نتكفل، مش كلمه واحد يعمل قانون والمواطن يتكفل فيه. ما نحن ناس معطرة، بس انت مفروض دافع عنا. هيدي مش انا دافع، مش انا اللي قلني،
انت لازم تقولي انا بعتذر منك ما دفعت زياده، بس انا حبيت ضوي على شيء على هيدي اللوحه الامنه يلي هيدي كتير لها ايجابيات. اهم شيء انها امنه من التزوير، وبتعرف شو في عنا لوحات عليها تزوير بالبلد وشو عم بيصير فيه حوادث وما حدا عارف لوحة مين مركبة على سيارة مين. هلأ بموضوع المالي أتمنى أنها تكون بلاش أنا، وبحق له للمواطن اللبناني شي مرة ياخد خدمة بلاش، ما عندي أبدا إشكال، ولكن للأسف دولتنا بكل شيء في رسم. شو بدي أعمل لك؟ وحقنا ما بناخده 100%. أنا بتمنى وهلأ عبر سوا عبر الام تي في ولوزير الداخلية وكل المعنيين بموضوع اللوحة يتفضلوا ما يعملوها، ما يعملوها بمصاري ولا برسوم. خلي الدولة تشيل رسوم البنزين وتشيل رسوم المازوت وتشيل رسوم اللوحات، ورسوم 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 كنا بالدنيا بألف خير. صورة اليوم نشوفها سوا. أكيد مثل كل يوم نحن صورة اليوم عم بتكون بمدينة أو ببلدة لبنانية. نحن عم نشوف جونة اللي كمان هالشجرة كمان كتير عم تستقطب ناس عم يجوا يتفرجوا ليليا، كمان من بين المدن يلي حضرت للعيد. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.